بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترشيه فوق. إنا متوجهين إلى بقاع المقدسة. نحن إن شاء الله نصبح الخير على خير. آمين يا رب العالمين. نتمنى الخير لجميع الناس. آمين يا رب العالمين. جميع الأمة. أمة محمد كافة. آمين يا رب العالمين. آمين. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله نصبح الخير على خير ونرجع الخير على خير. آمين. ندعو لجميع الناس. جميع الناس بالخير إن شاء الله. اللي في قلبه الخير إن شاء الله كل يحبه ربه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ها نحن بحول الله عز وجل مع هؤلاء الوجوه النيرة الطيبة إن شاء الله نتجه نحو أقدس وأعظم وأطهر بقعة على وجه الأرض، ألا وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لأداء عمرة إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وأن ييسر لنا الطريق وأن يوفق لنا الرفيق وأن يتقبل الله عز وجل منا، هو ولي ذلك والقادر عليه. كما نتمنى لهذا الجمع الغفير الذي يحيط بنا من كل ناحية التوفيق لأداء عمرة إن شاء الله عن قريب، ولما لا أداء ركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو حج بيت الله الحرام. وهؤلاء المعتمرين إن شاء الله كلهم على قلب واحد بأن يؤدي العمرة ويرغبون في أداء الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو الحج. فنسأل الله عز وجل لهم التوفيق ولنا القبول ولذلك وقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصغر معتمرة راح ترافقنا ألا وهي العيسور جمنة، وكانت يعني سجلة لعمرة رمضان وشاء القدر أنها تأخر إلى هذا الوقت، وعمرتها مقبولة إن شاء الله، فهي تدي أجر عمرتها والدها يدي أجر عمرة بنتهم. وهكذا ينبغي أن نربي النشء على طاعة الله، على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصوم وعلى الحج. فهي المرة اللي فاتت في رمضان لم يسحبنا الحظ فبكت في الدموع، دموع الحزن، وهي اليوم تذرف دموع الفرح. عوضها الله عز وجل بتلك العمرة بهذه العمرة إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل التوفيق والقبول. بارك الله فيك. عندك صح. وش راك يا جمانة؟ كلها بخير. وراك رايحة مكة؟ وش جيبينا معاك؟ نجيب لك زنزان. الله يبارك، الله يبارك، زنزان. الله يبارك، الله يبارك. مع من رايحة؟ ما تعديش مع من رايحة؟ مع من رايحة؟ مع جداك. الله يبارك. والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر. اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من العري وهدانا من الضلالة وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلة. الحمد لله الذي وفقنا لزيارة بيته الحرام. الحمد لله الذي جعلنا من الزائرين والزائرات لبيت الله الحرام وقبر نبيه صلى الله عليه وسلم، حجاج بيت الله الحرام. أحمد الله عز وجل واشكره
احمدوا الله عز وجل واشكروه أن اصطفاكم واختاركم من بين آلاف بل الملايين من الناس لأداء واجب وسنة العمرة، كيف لا؟ والله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.